السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح الشيت 2. شيت 2 بيتكلم عن موضوع مهم قوي، وهو شيت مهم جدا اسمه البي ام ام سي. ايه البي ام ام سي ده؟ بيرمننت ماجنت موفينج كويل، وده بيزكس لكل الميجرمنتس اللي احنا هنقولها على مدار الشيت ده. هو موضوع مهم جدا وضروري انك تبقى مذاكر كويس قوي الشيت ده. ايه البي ام ام سي ده؟ ده باختصار بيبقى ديفايس بيحط فيه بيرمننت ماجنت اللي انت شايفه ده، ادي نورث وساوث. وفكرته بتعتمد كالاتي: بتعتمد ان انا لما يبقى عندي ماجنتيك فيلد ما بين البيرمننت ماجنت ده وجيت امشي كارنت جوه الديفايس ده، فهيتولد عندي ديفليكشن. يعني ايه ديفليكشن؟ يعني هلاقي ان البوينتر ده بيتحرك كده او بيتحرك كده. نتيجة ايه؟ نتيجة الحاجة اللي احنا كنا خدناها في الثانوية العامة زمان، ان انا لما يبقى عندي ماجنتيك فيلد وعندي كارنت بيتولد نتيجة بسببهم بيتولد عندي فورس، هنا بيتولد تورك. هي فالفكرة كلها ان انا لما بمشي كارنت جوه الكويلز دي في وجود الماجنتيك فلوكس بيحصل عندي ديفليكشن او تورك. طب احنا مش هنخش في التفاصيل دي قوي. طب التورك ده بيساوي ايه؟ الكلام ده اثبت في المحاضرة. التورك ده بيساوي قانون مشهور قوي اسمه بيان. البي ده الماجنتيك فلوكس بتاع البيرمننت ماجنت، والاي ده الكرنت اللي ماشي، والاي دي الكروس سكشنال اريا بتاعت الكويلز اللي موجودة هنا اللي انا بعلم عليها دي، والان دي عدد اللفات. فهلاقي ان الديفليكشن ده هو ده لو انا حاطط بيرمننت ماجنت، هو ده ثابت، والعدد اللفات هو برضه ثابت، والاريا بتاعت الكروس سكشنال ده فهو برضه ثابت. فهلاقي ان التورك هو فانكشن في الكرنت. طيب حلو قوي، او بيساوي ثابت في الكرنت. طب جميل، جه قال لك انا هحط سبرينج على البوينتر ده من تحت. السبرينج ده بيحصل له ديفليكشن بسبب وجود التورك. بمعنى، فاكر السنة اللي فاتت في الاستاتيكا لما انت كنت تاخد ان لو عندي حاجة بالشكل ده متوصلة بسبرينج وادي الماس، وجيت انا اثرت عليها بفولت كده، كان الفولت دي بتساوي ايه؟ الفولت دي كنت بتقول لي بتساوي الكونستنت بتاع السبرينج ده مضروب في اكس. ايه الاكس دي؟ المسافة الماس ده او الجسم ده ايا كان اتحركها. كنت بتلاقي ان هو لما الجسم بيبقى ثابت الاف دي بتساوي الكي في الاكس او الدلتا اكس اللي الجسم ده اتحركها نتيجة ان السبرينج ده اتشد. هنا نفس الكلام بالظبط، انا حاطط سبرينج، التورك اللي بيولده هنسميه تورك ديفليكشن مثلا، ده بيساوي كونستانت معين زي الكي هنا، بس مضروب فين بقى؟ مضروب في سيتا. ان انا لما بابلاي تورك على السبرينج ده هو الجسم عندي مش هيتحرك مسافة، لا هو هيحصل له ديفليكشن، والجسم هنا هو ده البوينتر اللي بيتحرك كده او كده. طيب في الستيدي ستيت مفروض الديفليكشن تورك ده بيساوي التورك اللي سببه اصلا، اللي هي كانت الاف هنا، الاف اللي انا بقصر عليها من بره. طب هو التورك اللي سببه هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن بيان البي في الاي في الاي في الان. فاصبح عندي ان الديفليكشن اللي هيحصل للبوينتر بزاويه سيتا هو فانكشن في الكرنت. يعني الكرنت معين مشى هيسبب لي ديفليكشن معين، كرنت تاني مشى اكبر هيسبب لي ديفليكشن اكتر. فاذا انا ممكن استغل الفكره دي ان انا اعمل ميجرنج ديفايس بيمشي فيه كرنت معين، الكرنت ده بيسبب لي البوينتر ان هو يحصل له ديفليكشن. كل ما الكرنت ده يزيد، كل ما التورك اللي هو سببه يزيد، كل ما الديفليكشن اللي هيحصل يزيد. والعلاقه زي ما انت شايف علاقه لينير، يعني لو انا عندي مثلا 0.1 امبير سبب لي ديفليكشن 20 درجه، فهيبقى مثلا 0.2 امبير هتسبب لي ديفليكشن 40 درجه. علاقه كده لينير، ودي ميزه قويه جدا. طيب دي كانت بس مفكره كده باللي اتقال في المحاضره. تعال نشوف اول مساله في الشيت بتقول ايه. بتقول انا عندي كويل
كولي انسترومنت عدد اللفات اللي فيه 100، يعني كده ال N بتساوي 100. وبعد كده بيقول لي أبعاد الكويل ده 20 و10 وسوري 30 ملي متر، والفلوكس دينستي اللي هي البي بتساوي 0.1 تسلا. بيقول لي احسب الديفليكشن تورك لما يمشي كارنت مقداره 10 ملي امبير، يعني الاي هتساوي 10 ملي امبير يعني 0.01 امبير. عايز الديفليكشن، اللي عايز يحسب الديفليكشن تورك اللي هيسببه لما يمشي الكارنت ده، وعايز الديفليكشن اللي هيحصل يعني البوينتر ده هيتعوج بقد ايه او هيتحرك بقد ايه لو الكونستانت بتاع السبرينج الكي كانت بتساوي الرقم ده 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 نيوتن بير ديجري. طيب تمام، تعال نحسب اول حاجة وطالبها. هو اول حاجة طالبها الديفليكشن تورك ده بيساوي بيان، البي قلنا 0.1، الاي 0.01، الاريا 30 في 20 اللي هي الدايمنشنز بتاعت الكويل بتاعي، بس هضرب في 10 سالب 6 في ان اللي هي عدد اللفات. الكلام ده يطلع 6 × 10⁻⁵ نيوتن متر. يبقى ده الديفليكشن تورك اللي هيتسبب لو مشى كارنت بيساوي 0.01 10 ملي امبير. طيب بيقول لي بقى الكارنت ده لما هيمشي هيسبب لي التورك ده. طب التورك ده هيسبب لي ديفليكشن قد ايه في البوينتر لو كان الكونستانت بتاع السبرينج بيساوي الرقم اللي عطاهولي فوق هنا بيساوي ده. بمنتهى البساطة انا عندي الرقم التورك بتاع الديفليكشن ده هيساوي الكي في الثيتا، يعني الثيتا هتساوي التورك اللي انا لسه مطلعه على الكونستانت اللي هو بيساوي 2 × 10⁶. يطلع عندي الديفليكشن اللي بيحصل 30 درجة، يعني لو كان البوينتر حاجة عاملة كده لو كان ديسبلاي حاجة عاملة كده والبوينتر كان في النص، فنتيجة مرور الكرنت هو هيحصل له ديفليكشن مقداره 30 درجة. فبمنتهى البساطة أنا ممكن أجي عند 30 درجة دي وأعلم إن 30 درجة دي بتسببها لي 0.01 أمبير بس. ودي كانت معانا كده أول مسألة. السؤال التاني بيديني الداتا بتاعت الموفينج كويل فولتميتر، بيقول لي أنا عندي ريزيستنس 10 كي، الدايمنشنز 30 × 30، عدد اللفات 100، الفلوكس دينستي 0.08، والسبرينج كونستانت الرقم ده. بيقول لي عايز الديفليكشن اللي هيحصل لو انا حطيت فولتج 200 فولت. طيب احنا كده هنشوف الكرنت اللي ماشي قد ايه. ادي الاميتر، سوري ادي البي ام ام سي بتاعي، الار بتاعته بتساوي 10 كي، وانا حطيت هنا فولتج 200 فولت، يعني الاي ام الاي بتاع الموفينج كويل هيساوي ال 200 فولت دي على الار اللي هي ب10، يطلع بيساوي 20 بس بالملي امبير لان دي بالكيلو اوم. طيب كده انا معايا الاي ام وهو مديني كل الداتا بتاعت الموفينج كويل. فبمنتهى البساطه اقدر احسب الديفليكشن تورك هتساوي ايه. فالديفليكشن تورك اللي هي بتساوي بيان دي بحسبها مره واحده، هقول دي بتساوي الكونستانت بتاع السبرينج في الديفليكشن اللي هيحصل، يعني الديفليكشن اللي هيحصل هيساوي البيان على الكي. الكي بكام؟ الكي هو مديها لي اهي 3 × 10⁻⁶ مضروب وفوق مضروب في الارقام دي كلها 0.08 في الاي 20 × 10³ عشان احولها بالامبير، في الاريا 30 × 30
وحولها بالميتر، فعدد اللفات اللي هو كان 100 في 100. لما تيجي تحسب الرقم ده يطلع عندك الديفليكشن اللي هيحصل 48 درجة. ده كده كان سؤال تاني بنفس نفس الفكرة. السؤال التالت بيقول لي أنا عندي كويل ميتر الريزيستنت اللي فيه 200 أوم، والفول سكيل ديفليكشن بتوصل له لما البوتنشال ديفرنس بيكون 100 ملي فولت اتحط على الأطراف، والموفينج كويل الدايمنشن بتاعته 25 في 30. تعال نطلع الكلام ده واحدة واحدة. عندي الاريا هتساوي 30 في 25 ملي متر سكوير. احنا عدينا على ايه؟ وملفوف بمية لفة ماشي، والفلوكس دينستي اللي هي البي بوينت تو تسلا. عايز يحسب، عايز يحدد الكنترول كونستانت للسبرينج لو كان الديفليكشن 100 درجة والديامتر بيساوي 20% من الانسترومنت. تمام، فاحنا اول حاجة المسألة دي في الاول احنا هنحسبه التورك، بعد كده نشوف هو عايز، هو طالما عطاني ال 20% دي يبقى هو كده عايز يحسب الار بتاعت الاسلاك اللي موجوده او الديامتر بتاع الكويلز اللي انا مستخدمها. تعالى نبدا واحده واحده نحسب التورك. عندي التورك بيساوي ايه؟ هيساوي بقى ايه؟ بي اي اي في عدد اللفات، البي معايا والاي معايا وعدد اللفات معايا، فاضل لي الاي. الاي دي عشان اجيبها محتاج اشوف الكرنت اللي هيمشي هيبقى بيساوي كام، فهحسبها زي المسألة اللي فاتت، إن أنا هشوف الفولتج اللي هو كان محطوط وهشوف الأوم وأحسب الأي. فهو كان مديني في الأول خالص إن الـ V بتساوي 100 ملي فولت والـ R بتساوي 200 أوم. فيبقى أنا عندي كده الـ I بمنتهى البساطة هتساوي 100 ملي فولت على 200، يعني هتساوي 0.5 ملي أمبير عشان ده بالملي فولت. طيب انا كده معايا الاي، اقدر احسب الديفليكشن. الديفليكشن تورك هتساوي 0.2 في هاف، وهنحوله للامبير، مضروب في الاريا 30 تايمز 25، ونحوله للميترز، بعد كده هنضرب في عدد اللفات. الرقم ده لما تحسبه هيطلع 7.5 × 10⁻⁶ نيوتن متر. طيب في الستيدي ستيت، او يعني كلمة في الستيدي ستيت دي يعني هو البوينتر خلاص اتحرك، فكونه اتحرك وثبت يعني التورك بتاع السبرينج هنا يساوي التورك بتاع الكرنت اللي هو الكي في الثيتا، هيساوي الديفليكشن تورك اللي انا لسه مطلعه. طيب لغاية دلوقتي أنا حسبت الديفليكشن تورك، تعال نشوف بقى هو كان يقصد إيه بالكنترول كونستانت اللي قال عليها دي. هو بيقول لي أنا عايز الكنترول كونستانت للسبرينج لو الفاينل ديفليكشن 100 درجة. تعال نقف لغاية هنا، إيه الفاينل ديفليكشن دي؟ يعني هو أقصى حاجة يقدر يقيسها. طيب تمام، هو أقصى حاجة يقدر يقيسها دي عند إيه؟ عند أقصى كارنت يقدر يمشي. طب وأقصى كارنت يقدر يمشي ده هيمشي إمتى؟ هو والله يعني هو الكرنت بيساوي الفي على الار، الار دي ثابته دي كده كونستنت، يبقى اكبر ار اكبر اي هيمشي عند اكبر في. طب هو اصلا كان في الاول بيقول لي ان الفول سكيل ديفليكشن هيبقى عند البوتنشال ديفرنس بتساوي 100 فولت. انا اصلا لما جيت حسبت الكرنت حسبته عند 100 فولت وعند 200 اوم، يبقى اللي انا مطلعه ده هو ده الفول سكيل. يبقى اللي انا مطلعه ده الفول سكيل، يبقى انا عايز الديفليكشن، عايز الكونستانت اللي هيسبب لي ديفليكشن 100 درجة. يبقى ده
ده كده التورك اللي عند الفول سكيل، ودي ديفليكشن اللي بتحصل عند الفول سكيل اللي هي 100 درجة. يعني في منتهى البساطة هقسم الرقم ده على 100 أجيب الكونستانت بتاع السبرينج، هيساوي على 100 يعني هيساوي 7.5 × 10⁻⁸ نيوتن متر بير ديجري. ده كده كان أول مطلوب. في المطلوب التاني كان طالب مني ايه بقى؟ انا خلاص جبت المطلوب الاولاني اللي هو الكونستانت بتاع السبرينج. في المطلوب التاني بيقول لي عايز سيتبل دايمتر، عايز سيتبل دايمتر للكبر واير لو كان 20% من التوتال ريزيستنس بتاعت الكويل ده الريزيستيفيتي بتاعت الكبر كمان 1.7 مضروب في الرقم ده. يعني من الاخر 20% من ال 200 اوم دول بسبب الريزيستنس بتاعت الاسلاك بتاعت الكويل. يعني الاسلاك بتاعت الكويل 20% من التوتال ريزيستنس بسببها. يعني بمنتهى البساطه انا عندي 0.2 اللي هي 20% من التوتال ريزيستنس اللي هي مديها لي ب 200، دي بتساوي او دي بسبب الريزيستنس بتاعت الكويلز اللي هي بتساوي ايه؟ انت عندك الريزيستنس بتاعت اي واير اي كويل بتساوي رو في ال على ايه؟ رو دي الريزيستيفيتي اللي هو مديها لي، ال دي طول السلك او طول الكويل او طول الواير اللي معمول منه الكويل، والاي دي الكروس سكشنال اريا. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الديامتر بتاع الاسلاك دي عشان يبقى 20% من الريزيستنس بسبب الكويل. تعال نشوف 20% من 200 ده المفروض هيساوي الريزيستيفيتي اللي هو مديها لي اللي هو الرقم ده 1.7 مضروب في 10 هو نيجاتيف 8 رو ال بتساوي ايه اللي هو طول الكويل. انا عندي الكويل حاجة عاملة كده بس مش لفة واحدة بقى، ده اكتر من لفة. حاجة بالشكل ده اكتر من لفة، فده معناه ايه؟ معناه ان طول الكويلز دي كلها بتساوي عدد اللفات ان في الطول ده زائد الطول ده والطول ده زائد الطول ده. يعني ممكن اقول الويتس والهايت مضروب في 2 فيبقى الطول كله بيساوي ايه؟ هيساوي الابعاد اللي هو اصلا اديها لي قبل كده اللي هي الدايمنشنز بتاعته 30 + 25 × 2 واضربهم في عدد اللفات، يبقى 30 + 25 × 2 في عدد اللفات اللي هو كان ب100. طيب انا كده معايا الرو ومعايا ال على ايه؟ على الاريا اللي هي بتساوي باي على 4 في دي سكوير. ايه الدي ده؟ ده هو ده الديامتر. فكده انا عملت له اللي هو عايزه. الديامتر اللي انا هطلعه من هنا ده هيديني ريزيستنس بتساوي 20% من الرقم اللي هو كان مديهولي فوق اللي هي ال 200 اوم. يبقى كده الدي اللي انا هطلعه ده فعلا اللي هيسبب لي ريزيستنس بتساوي 20% من الرقم ده يعني 40 اوم. لما تيجي تحسب الكلام ده هتساوي، هتلاقي ان الدي بتساوي 7.72 تايمز 10⁻⁵ متر. هو ده الديامتر بتاع الواير اللي انا هستخدمه عشان يديني ريزيستنس بتساوي 40 اوم، وهو ده اللي كان عايزه. ان عايز الريزيستنس اللي جايه من الكويلز بتساوي 20% من التوتال ريزيستنس اللي هو كان مديها لي فوق، مديها لي هنا. ده كده كان تالت سؤال في الشيت، وده آخر سؤال في النوعية دي من المسائل. هنبدأ دلوقتي نتكلم على نوعية تانية أو حاجة تانية في الـ PMMC. يلا بينا. أنا عرفت
يعني ايه بي ام ام سي، ويعني ايه الكرنت لما يمشي يتولد عنه ديفليكشن تورك، والديفليكشن تورك ده نتيجة وجود سبرينج بيأثر عليه فبيتحرك، فالبوينتر بيتحرك انجل او ديفليكشن بيبقى معتمد على السبرينج بتاع على الكونستنت بتاع السبرينج ده، معتمد على التورك اللي اثر على السبرينج اللي هو اساسا جاي من الكرنت. عرفت كل الكلام ده، وعرفت ان انا ممكن استغل الحاجه شبه دي واستغل التورك اللي بيحصل لي ده ان انا اقيس حاجه، ان مثلا كرنت مشى بوينت زي المساله الاولى، كرنت مشى مثلا بوينت 1 امبير فسبب لي ديفليكشن 30 درجه وهكذا. انا عايز بقى استغل الديفايس ده ان انا اقيس بيه الكرنت، اقيس بيه الفولتج، اقيس بيه الاوم، اعمل اوم ميتر، اعمل كرنت ميتر، اعمل افو ميتر، اعمل كل الكلام ده. فقبل ما نبدا في حلول الشيت، تعال نشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نقيس بالبي ام ام سي ده، نقيس بيه الكرنت، نعمل بيه اميتر. فانا عشان اعمل اميتر بالبي ام ام سي عندي ايه، هو اصلا الديفايس ده انا ممكن اريبريزنته كسيركت بحاجه بالشكل ده. عندي بوينتر، وهنا الار ايكويفالنت بتاعته بتبقى جيفن. فانا لو مشيت هنا كرنت اي هيحصل ديفليكشن للبوينتر ده. بس في حاجه، انا عشان اقيس اميتر، عشان اجيب يبقى عندي اميتر اقيس بيه كرنت معين، انا مش هينفع اقيس كرنت بس اللي هو بوينت 1 وبوينت او 1 والحاجات دي. انا عايز اعمل ديفايس اقدر اقيس بيه تيارات عاليه، وهي دي اول حاجه هناخدها. ان انا يعني هو الديفايس ده باي نيتشر كده هو ده اميتر، يعني هو من غير اي تعديلات ولا اي حاجه طبيعته كده هو اميتر. الديفليكشن اللي بيحصل ده بيحصل كورسبوندنج للكرنت اللي ماشي، بس انا عايز اكستند بقى الرينج بتاعه اخليه يقيس ارقام كبيره. فاول حاجه هناخدها حاجه اسمها الاكستندد تايب اميتر. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة ان انا بجيب الديفايس بتاعي واوصل معاه ار بارال، بنسميها ار شنط. ار شنط، شنط يعني بارال برضو. وادي السيركت اللي انا عايز اقيسها، وادي الكرنت اللي انا كنت عايز اقيسه. يعني محطوط هنا فولتج، وعندي هنا لود معين او ار معينة، وانا عايز احسب الكرنت اللي ماشي هنا وليكن اي. نتيجه ان انا حطيت ار شانت دي، والار دي بتبقى اصغر بكتير قوي من الار ام، الار بتاعت الموفينج كويل. نتيجه ان الار شانت دي اصغر بكتير قوي من الار ام دي، يعني دي هتشيل معظم الكرنت اللي ماشي فوق. طب لو انا كنت عارف الريشيو ما بينهم، يعني مثلا الار دي اكبر من الار دي، سوري اصغر من الار دي ب 20 مرة، يعني لو دي 20 كي، بقول أرقام باي لك كده، يعني لو دي 20 كي دي 1 كي مثلا. طبعا الأرقام دي كبيرة قوي، يعني الأرقام واقعيا بتبقى أصغر من كده بكتير، بس نفترض الريشيو ما بينهم 1 لـ20. فمعنى كده إن لو ماشي هنا 1 ملي أمبير هيمشي هنا 20 ملي أمبير. فأنا كده أنا عملت إيه؟ قدرت أقيس تيار عالي من غير ما احرق ده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما انا لو مشالي هنا 1 ملي امبير كده ابقى انا عارف ان اللي ماشي بره 21 ملي امبير، لان النسبه بين ده وده 1 لـ20. فعشان نعمل حساباتنا على الكلام ده، تعال نعمل معادلات ونشوف الكلام ده بشكل سيستماتيك بيتحسب ازاي. انا عندي الاي اللي ماشي بره هيساوي الاي ام دي بتاعت الكويل زائد الاي اللي هتمشي في الشنط. طيب الاي ام دي زي ما هي، يعني الاي شنت دي بتساوي ايه؟ الاي شنت دي بتساوي الفولتج اللي على الار دي مقسوم على الفاليو بتاعتها، الفاليو بتاعتها ار شنت. طب الفولتج اللي عليها مش هو الفولتج اللي على الكويل، اللي على الموفينج كويل؟ اه، لانهم متوصلين ان بارل. فده ممكن نقول الفولتج اللي على الكويل بيساوي الاي ام مضروب في الار ام. خد الـ IM دي كومن فاكتور، هيطلع عندي RM في 1 بلس RM على R شنط. والرقم ده قد إيه؟ الرقم ده أكبر بكتير من الواحد. إشمعنى؟ لأن هو 1 بلس RM على R شنط، وR شنط دي بتبقى أصغر بكتير أوي من الـ RM.
فالرقم ده او الريشيو دي الرقم ده كبير قوي، فيبقى اكبر بكتير من الواحد. طيب انا دلوقتي عندي الاي بيساوي الاي ام مضروبة فاكتور 1 بلس ار ام على ار شنط، بيمسكوا ار ام على ار شنط ده يخلوه ام، اي ام مضروب في ام، بيسمي كل ده ام. ايه الام ده؟ حاجة اسمها المولتبلاينج فاكتور، اللي هو انا قدرت اقيس او قدرت ماجنيفاي الكارنت اللي هقيسه بقد ايه عشان اقدر اقيس كارنت عالي من غير ما اثر على الريشيو دي. يعني لو عندي موفين كويل بيقيس 1 ملي امبير وانا عايز اقيس برنج 1 امبير، يبقى انا عايز مالتبلاين فاكتور بيساوي 1000. يبقى احسب الار شنت والار ام بحيث يبقى الريشيو دي كلها بتساوي 1000، فكده انا اقدر اقيس كارنت بره ماشي في رينج الواحد امبير من غير ما افكت على الكويل ده اللي هو بيستحمل 1 ملي امبير بس. دي كده ايه؟ دي كده اول طريقه، اللي هو انا عندي الام بتساوي 1 بلس الكربونيه دي المفروض تتحفظ بقى 1 على ار ام على ار شنت، ومنها ان الار شنت لان هي دي هي دي اللي انت بتعملها ديزاين بقى، هتساوي ار ام الريزيستنس بتاع الكويل على المالتبلاينج فاكتور اللي انت عايزه ناقص 1. طب تمام، في عندي حاجة تانية. زي ما انت اخدت في السيركت سيستم الاولاني وبتاخد في اللاب اللاب الميجر، ان انت ممكن يبقى عندك الاميتر بيقيس بيه مالتي رينج، يعني انت عايز مثلا تقيس رينج في 1 امبير، رينج 10، رينج 50، رينج نص، فانت عندك كذا رينج، فبتعمل ايه؟ تحط كذا ار ادي دي الار ام، ويبقى متوصل معاه كذا ار بحيث اي واحده فيهم ممكن تبقى امباريال. ادي البوزيتيف وادي النيجاتيف والكرنت ماشي كده، دي ار شنط 1، دي ار شنط 2، ار شنط 3، ار شنط 4، وادي السيلكتور بتاعي. ممكن يبقى اي يبقى في اي بوزيشن من دول، بحيث الكرنت بحيث ان كل واحده من دول بتديني رينج معين، يعني هو متوصل بدي تديني رينج ومتوصل بدي تديني رينج، وكل واحده من دي زي اللي احنا لسه شارحينه هي امبريل مع الار ام. طيب التوصيله دي بالرغم ان هي مدياني مالتي رينج بس فيها عيب خطير قوي. ايه العيب ده؟ نفترض ان انت دلوقتي ماشي هنا 1 امبير والكرنت ده او الاقصى حاجه يستحملها ده 1 ملي امبير، وانت كنت موصل مثلا على الرينج ده، انت موصل على الرينج ده تمام، فالكرنت بيمشي شويه هنا، بيمشي معظمه هنا لان دي رقم صغير قوي، وواحد ملي امبير بس بيعدي من هنا. نفترض وانت بتقيس الواحد ملي امبير ده غيرت المكان، نقلت على السيلكتور، نقلت السيلكتور على البوزيشن التاني، ده معناه ايه؟ معناه ان الجزء اللي انت بتنقل فيه ده الواحد امبير ده كله هيعدي هنا، لان انت في الفتره اللي انت في الهوا فيها دي هو لا في ار شنط 1 ولا في ار شنط 2، فالواحد امبير ده كله هيمشي هنا كده، ده اتحرق. فقال لك ايه؟ قال لك احنا هنعمل شكل ديزاين تاني. الديزاين التاني ده بيسموه اريتون، اريتون شنط. طيب ده شكل السيركت بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى عندي نفس الاميتر كده بس الار شنط محطين كلهم مع بعض ان سيريز، فالكرنت اللي ماشي بيمشي من هنا او هنا او هنا او هنا، وادي الاي. طيب انا كده عندي دي شنط 1 ودي 2 ودي شنط 3. احنا كنا متفقين على ايه؟ متفقين اللي في الديزاين ان الار شنط بتساوي ار ام في ام ناقص 1، طب عظيم في بوزيشن 1 اللي هو هنا،
لما السيليكتور لما بتوصل هنا الار شانت دي بتساوي كام؟ دي بتساوي ده بلس ده بلس ده، هتساوي مجموع التلاتة، ار شانت واحد زائد اتنين زائد تلاتة، طبعا ار اتنين وار تلاتة. طب وهو عند ده هنا كده ات بوزيشن واحد، طب لو هو عند بوزيشن اتنين الار شانت بتساوي كام؟ الار شانت لو هو عند البوزيشن ده، لو هو هنا الار شانت هتساوي ده بلس ده، هتساوي ار شانت اتنين بلس ار شانت تلاتة. بس كده هتقولي لا، ما هو لما يكون هنا الكرنت هيتقسم، يمشي شوية هنا كده ويمشي شوية كده، ده هنا أصبح إن الـ RM بتساوي الـ RM الأصلية، تعال نخلي دي داش، الـ RM الأصلية اللي هي هنا زائد الـ R شنط واحد. طب دي تأثر في الحسابات قوي؟ لا ما تأثرش. طب ليه؟ لأن إحنا متفقين أصلا إن الـ R شنط دي بتبقى أصغر بكتير جدا من الـ RM، فخلاص يبقى الـ RM داش تقريبا بتساوي برضه الـ RM. ده تسهيلا للحسابات مش اكتر، هو مش حاجه غلط، لان هي فعلا النسبه بينهم تبقى تكاد تكون لواحد لألف، فملهاش لازمه اعقد الحسابات على الفاضي. كده انا عالجت ايه؟ كده انا عالجت ان انا لما بغير بوزيشن للتاني انا ما عنديش اي فرصه، او الكرنت ما عندوش اي فرصه ان هو يمشي هنا بس. فعالجت الديس ادفانتج بتاع الكونكشن اللي فات اللي هو ده، ان انا عندي بوسيبيلتي ان انا انقل من بوزيشن لبوزيشن تاني، يبقى الكرنت في الهواء، يبقى لما انا اكون في الهواء كده الكرنت كله يمشي في الموفينج كويل يحرقهولي. طيب دي كده يعني مجرد انترو عن ازاي بديزاين اميتر باستخدام الموفينج كويل. تعال نرجع تاني بقى للشيت. في السؤال ده بيقول لي انا عندي ميجرنج انسترومنت اللي هو الموفينج كويل، يعني الريزيستنس بتاعته 1 اوم، وعندي فول سكيل ديفليكشن 250 فولت لما اكون حاطط ريزيستنس ب 4999 اوم، يعني حاجه كده. ادي الريزيستنس اللي انا حطيتها مع الكويل عشان اعلي طبعا الريزيستنس بتاعته عشان ما احرقهوش، وادي الكويل نفسه الار بتاعته بتساوي واحد، ودي الار اللي انا حطيتها بتساوي 4999، وهو بيقول لي بيحصل فول ديفليكشن لما بحط 250 فولت. احنا عملناها في اول سؤال دي تقريبا، عشان الفول ديفليكشن عند 250 فولت يعني الكرنت فول سكيل اللي بيخلي البوينتر ده يتحرك للماكسيمم هيساوي ال 250 دي كلها اللي هي عند الفول ديفليكشن على مجموع الار اللي هو شايفها اللي هي بتبقى 5000. الكلام ده هيطلع بيساوي 0.05 امبير. ده كده انا كده عرفت ان الكرنت اللي هو الاي ام بقى بيساوي الرقم ده. طب جميل، ايه تاني؟ هلاقي ان انا عايز اقيس ايه بقى؟ اول حاجة المطلوب رقم واحد، بيقول لي عايز الكرنت رينج للانسترومنت ده لما الاميتر بتاعي استخدم معاه شنط ريزيستنس بتساوي واحد على 4499. طيب هو انا عندي دلوقتي عايز احسب ايه؟ عايز احسب الكرنت اللي هو يقدر يقيسه. الكرنت اللي هو يقدر يقيسه بيساوي اي المالتبلاينج فاكتور في الاي ام. الاي ام عندي، يبقى انا فاضل ايه؟ فاضل احسب ده المالتبلاينج فاكتور بيساوي كام؟ هو بيساوي واحد بلس ار ام على ار شنط. انت في الامتحان اتلخبطت، هو واحد بلس ار شنط على ار ام ولا ار ام على ار شنط؟ من اسمه كده، ده اسمه المالتبلاينج فاكتور، يعني دي حاجه انت بتكبر بيها، فطبيعي انت هتقسم الرقم الكبير على الرقم الصغير. حتى لو اتلخبطت انت المفروض فاهم انت بتعمل كده ليه، فاهم الفيزيكال مينينج للكلام ده، احنا ليه بنعمل كده اصلا. فهيساوي واحد بلس الار ام اللي هي بتساوي 5000 لا في الحاله دي مش ال 5000، هو الار ام هتبقى اللي هي الار دي اللي هي واحد واحد على الار ريزيستنس اللي هو حطها انشنت اللي هي واحد على 499.
الكلام ده هيساوي 500، يبقى المالتبلاينج فاكتور بتساوي 500. طيب جميل، فاضل ايه تاني؟ فاضل انا كده حسبت المالتبلاينج فاكتور، احسب بقى الفود رينج، يعني الاي هتساوي الخمسمية دي مضروبة في الاي ام اللي هو بكام، اللي انا طلعته فوق لما كنت حاطط الفول فولتج ديفليكشن اللي هو الرقم ده، يطلع بيساوي 25 امبير. يبقى هوصل الاميتر لوحده 1 اوم، وانشنت معاه الار اللي هي بتساوي 1/499، وادي الكرنت اللي بيتقاس من بره، هيمشي من هنا 0.05 امبير، وهيمشي من هيمشي بره 25 امبير، والباقي كله هيمشي. طيب ده كان السؤال رقم ايه. السؤال رقم بي بقى بيقول لي انا عايز الفاليو بتاعه الشنت ريزيستنس، المره دي هو كان عطاها لي. السؤال رقم بي هو بيطلبها بقى شنت ريزيستنس، لو انا عايز الفول سكيل ديفليكشن يبقى عند 50 امبير. عشان يبقى عند 50 امبير دلوقتي عندي الاي بيساوي 50 امبير، والاي ام ما اتغيرش عشان هو نفس الكويل 0.05 امبير. يبقى الملتبلاينج فاكتور هنا بيساوي كام؟ هقسمهم على بعض، 50 على الرقم ده يطلع بيساوي 1000. يبقى انا عايز ملتبلاينج فاكتور بيساوي 1000، اللي هو بيساوي ايه برضه؟ بيساوي 1 بلس ار ام على ار شنت، او من القانون اللي احنا المفروض حافظينه الار شنت بتساوي 1/1000 ناقص 1، اللي هي الواحد دي اللي هي الار ام، ودي الملتبلاينج فاكتور ناقص 1. الكلام ده بيطلع 1/999 اوم. يبقى تاني في السؤال ده، هو في الاول قال لي عندي الميجرنج انسترومنت ريزيستنس بتاعته بتساوي 1 اوم، وانا عشان احصل على فول سكيل ديفليكشن عند 250 فولت حطيت ريزيستنس معاه بتساوي الرقم ده، انسيدز معايا عشان احميه، عشان امشي الرقم اللي انا حسبته. طيب عند ال 250 فولت، يعني هو من الاخر قال لي ال 250 فولت وقال لي انا بحط معاه انسيدز الرقم ده عشان احسب منه الاي فول سكيل. لو بعد ما حسبت الاي فول سكيل عرفت الماكسيمم كارنت اللي الميجرنج يونت ده او الميجرنج كويل ده يقدر يقيسه اللي هو 0.05 امبير. بيقول لي بقى السؤال الاولاني، لو انا حطيت شنط معاه وصلت معايا ريزيستنس بالفاليو اللي هي 1/499، المالتبلاينج فاكتور هيساوي كام، وبالتالي اقدر احسب كارنت بكام، وطلع ب 25. طب قال لي لو انا عايز احسب بقى الار شنت اللي تخلينا اقيس 50 امبير، فحسبناها اللي هي بتساوي 1/999. دي كده كانت اول مسألة، وهي مسألة مباشرة. في السؤال رقم 5 بيطلب مني اديزاين مالتي رينج اميتر بالرنجات دي 1 امبير و5 25 و125، والار ام بتاعت البي ام ام سي بتساوي 730. طب ايه دي ارسونفيل ده؟ ده عبارة عن ايه؟ ده اسم تاني للبي ام ام سي، فانت لو شفت الاسم ده ما يعني ما تتخضش، ده هو اكنه بيكلمك عن البي ام ام سي العادي اللي احنا بقالنا ساعة بنتكلم عنه. طيب وبيقول لي الفول سكيل 5 ملي امبير، كده عظيم قوي. يبقى تعالى نرسمه، وبيقول لي كمان انا عايز ريبيت الديزاين بتاعك ده للالتون شنت. طيب يعني احنا هنحل المساله دي مرتين. تعالى نحلها بالطريقه اللي هو قال عليها اللي هي المالتي رينج. عندي ادي الاميتر، وعندي كام رينج؟ عندي 4، هيبقى عندي 4 ار، كل ار ليها رينج معين، وادي السليكتور ار شنت 1 دي عند 1 امبير، ار شنت 2، ار شنت 3، ار شنت 4، 1 امبير، 5, 25 و125، وده هنا 730 اوم، والاي فول سكيل بتاعه 5 ملي امبير. طيب
إيه أول حاجة؟ أنا عند الرينج اللي هو 1 أمبير، 1 أمبير المولتبلاينج فاكتور بكام؟ الإم هتساوي 1 أمبير على 5 ملي أمبير، تطلع بيساوي 200. يعني الـ R شنط 1 هيساوي الـ R M على M ناقص 1. الـ R M في الحالة دي بتساوي كام؟ بتساوي 730 على الـ M اللي هو 200 ناقص 1، يعني هتساوي 3.67 أوم. عظيم. في التاني اللي هو 5 أمبير، هتقول لي الإم هتساوي 5 على 5 ملي أمبير، أنا كده جبت المولتبلاينج فاكتور، هيطلع بيساوي 1000. يعني الـ R شنط 2 تطلع بتساوي الرقم ده على 1000 ناقص 1، يعني بيساوي 0.73 أوم. وهكذا عند 25، لأن المولتبلاينج فاكتور بيساوي 25 على 5 ملي أمبير، تطلع بتساوي 5000. ده المولتبلاينج فاكتور، ومنه تجيب إن الـ R شنط 3 بتساوي 730 على 5000 ناقص 1، يعني هيساوي 0.146 أوم. وتعمل نفس الكلام عند 125. طيب لو انا بديزاين بالكونفيجريشن التاني اللي هو ايه؟ اللي هو الارت، ادي 730، 2 3 4، هنا 1 امبير، هنا 5 امبير، هنا 25، وهنا 125، وده المكان اللي هو بيرجع منه، وادي السيلكتور. تعال نشوف عند الواحد امبير، هل انا محتاج احسب مولتبلاينج فاكتور تاني؟ لا، ما انا حسبتها وجبت الار شنط. يعني مثلا عند الواحد امبير كانت الار شنط بتساوي 3.67، ف3.67 وانا عند البوزيشن ده، يبقى عندي ار شنط 1 اللي هي بتساوي ار 1 وار 2 وار 3 وار 4. فانا لما ابقى عند البوزيشن ده، انا عايز الار شنط او الار دول مجموعهم كلهم بيساوي الرقم اللي انا لسه حاسبه. طب في الحاله دي انهي اسهل؟ في الحاله دي الاسهل ان انا ابدا من الاخر، لان انا هيبقى عندي الار 4 هي دي هتبقى الار شنط 4. فلو هنبداه من عند ال 125 امبير، فالمالتبلاينج فاكتور هيساوي 125 على ال 5 ملي امبير، بتساوي 25000. ده المالتبلاينج فاكتور، فيبقى الار شنط في الحالة دي اللي هي بتساوي ار 4 هتساوي كام؟ هي طبعا بالتقريب بقى، لان احنا اتفقنا ان احنا الار ام في الحالة دي هتساوي 730 زائد كل ده، بس هي تقريبا احنا هنهمل كل ده، فيبقى الار ام اللي هي 730 على 25000 دي ناقص 1 هيساوي تقريبا 0.03. طيب ده كده عند R، عند البوزيشن اللي هو 125. طيب التاني حاجة أسهل، إن أنا أجيب عند 25، هنعملها هنا. كان عندي الشكل كده، مية خمسة وعشرين، خمسة وعشرين، خمسة، وهنا 1. فعند البوزيشن عند 25 أمبير، عند 25 أمبير المالتبلاينج فاكتور أنا كنت حاسبه ب 5000، والآل شنط اللي أنا عايزها 0.146. فلما يبقى الآل شنط هنا بتساوي 0.146، هي دي اللي هتديني مالتبلاينج فاكتور بيساوي 5000. طب الار شنط في الحاله دي بتساوي ايه؟
انا موصل كده في الاتجاه ده، فهتساوي ده بلس ده، يعني هتساوي ار 3 بلس ار 4 اللي انا لسه جايبها بوينت او تقريبا 3، فتبقى الار 3 هتساوي بوينت 14.6 ناقص البوينت او 3، فيبقى انا كده معايا الار 3 حسبتها والار 4 حسبتها. يتفضل لي ايه؟ يتفضل لي ان انا احسب عند البوزيشن ده، عند البوزيشن ده الار شنت عند الخمسة امبير كانت بتساوي الرقم اللي احنا حسبناه، كانت بتساوي 73% عشان تديني ملتبلاينج فاكتور بألف، فده هنا هيساوي 73% عشان القيمة تساوي ألف، وده بيساوي ار 2 زائد ار 3 زائد ار 4 اللي هما هنا ار 4 ار 3 ار 2 ار 1. ار 3 انا حسبتها وار 4 انا حسبتها، فبمنتهى البساطة تقدر تطلع ان ار 2 هتساوي الار شنط اللي انت عايزها ناقص الاتنين ار اللي انت حسبتهم، ار 3 ناقص ار 4. طيب ده كده عظمة قوي. اتفضل ايه؟ يتفضل ان انا اجيب في البوزيشن الاولاني، البوزيشن الاولاني الار شنت واحد عند واحد امبير كنا حسبناها بتساوي 3.67 عشان تديني ملتبلاينج فاكتور بيساوي 200، كان بيساوي 3.67، فانا عشان الار شنت واحد بتساوي 3.67 بتساوي ار واحد بلس ار اتنين بلس ار تلاتة بلس ار اربعة، دي معايا ودي معايا ودي معايا، يبقى ال ار واحد اقدر احسبه بمنتهى السهولة هيساوي 3.67 ناقص التلاتة اللي انا حسبتهم دلوقتي، فانا كده هبقى عملت ديزاين للاميتر بالطريقتين، طريقة المالتي رينج ودي الطريقة السيستماتيك ودايركت جدا، الار اللي انت بتجيبها هي دي الار اللي انت هتحطها في السيركت على طول، وطريقة الالتون شانت تايب ان انت بيبقى عندك الار شانت واحد والار شانت اتنين والار شانت تلاتة، بس في كل بوزيشن الار شنط بتختلف، مره تبقى ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 بلس ار 4، والمره اللي بعديها تبقى ار 2 بلس ار 3 بلس ار 4، وهنا يبقى ار 3 وار 4 وهنا يبقى ار 4 بس. ده كده كان تاني سؤال في الاميتر. كده يبقى احنا خلصنا السؤال رقم 6 ده، بيتكلم ان انا ازاي استخدم الموفينج كويل ان انا اقيس بيه الفولتميتر. احنا كده بانتهاء المسألة دي نبقى خلصنا اول ابلكيشن على الموفينج كويل، ان انا ازاي استخدمه عشان احسب او اقيس بيه الكرنت اللي ماشي عندي. طبعا عندي كذا سيركت اللي انا بحط ال شنت بدل مع الموفينج كويل عشان احميه ان هو ما يمشيش في كرنت عالي، وفي نفس الوقت اقدر اقيس كرنت عالية على حسب الملتبلاين فاكتور اللي انا عايزه من ما اجيب ال شنت. وشفنا المالتي رينج وشفنا الالتون، وهو ده اول ابلكيشن على البي ام ام سي. ده كده اول جزء من السكشن، وهنكمل الجزء التاني الخاص بالفولتميتر في الفيديو الجاي.